خلونا نروح لأول فقرة معنا اليوم، حنروح للمساحة الطبية ونحكي عن الأجهزة المتحركة. نحكي عنها مفهومها الطبي، إيمت الإنسان بيلجأ لإلها طبيا، إيمت مفروض يتركب هذا الجهاز بشكل جزئي أو كلي، شو هي أهم النتائج الإيجابية وأهم المضاعفات، وهل اليوم في مشاكل حتنتج عن هي التركيب؟ حنعرف أكثر من ضيفنا لليوم، وهو الدكتور إبراهيم تركماني، أخصائي في تجميل الأسنان والتعويضات الفكية، أستاذ في كلية طب الأسنان بجامعة البعث. يسعد صباحك حكيم. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. صباح الخير سوريا. أهلا صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، خلينا نعرف ونوضح شو هي الأجهزة المتحركة. هلا دائما نحن ما دمنا عم نحكي على أجهزة تعويضية بالفم ومتحركة، يمكن للمريض أن يزيلها بنفسه يعني دون مساعدة الطبيب، وبالتالي من هون اجت فكرة انه هي اجهزة متحركة. نعم. طيب وقت بنحكي عن اجهزة متحركة اكيد الى آلية عمل خاصة وضرورية للانسان، نحكي عن آلية عملها بشكل طبي. هلا الموضوع هي الاجهزة التعويضية المتحركة، هي حقيقة استطباب لبعض المرضى يلي من الضرورة انه يتم التعويض عن الحالة الوظيفية والجمالية يلي عندهم. ووقت اللي بنحكي على الحالة الوظيفية أكيد نكون عم نشمل موضوع المضغ اللقمة الطعامية بالإضافة لموضوع الكلام. فهي الأجهزة بتكون ضرورية للمحافظة على النسج يلي بمركب القحف الوجهي، وبالتالي التعويض عنها هي حالة ضرورية بتكون في استطباب لا يمكن يعني استغناء عنه. من هالاستطبابات التي لا يمكن الاستغناء عنها، خلينا نقول وقت بيكون في عنا يعني حالات فقد خلفية وكبيرة بالأسنان الخلفية، وبكون ما في إمكانية لتعويض بالزرع كما تفضلتم، ولكن يعني نلجأ للأجهزة المتحركة. يمكن هون جزئي وقت بيكون، فهون بيكون عنا جزئي وقت بيكون في عنا يعني فقد كامل للأسنان، وهون بيكون التعويض الكامل. ومثل ما بنعرف شعبيا بطقم الأسنان، فالجهاز الكامل المتحرك حقيقة هو يعني جهاز يجب أن نعتني به بشكل جيد، لأنه هو حقيقة بديل أحيانا ولا يمكن الاستغناء عنه. لأنه حتى لو قلنا أنه في زرع أسنان، في بعض المرضى راح يكون في عندهم مشاكل صحية عامة لا يمكن إجراء عملية الزرع، فهو بيكون الحل الوحيد. لأسباب كثيرة منا مثلا يعني الموضوع الداء السكري الغير منضبط، ممكن الأمراض القلبية الشديدة، ممكن تأخر يعني بالصحة العامة، وبالتالي يعني الموضوع البنية العظم يكون في تخلخل بالعظم بشكل عام. إذا يعني يوجد مضادات استطباب للزرع، وبالتالي لابد أنه يصير في موضوع تعويض بالأجهزة المتحركة. تمام. طب دكتور خلينا نحكي، أكيد أي موضوع أو أي إجراء له نتائج إيجابية وله نتائج سلبية، خلينا نحكي شوي عن الإيجابيات. هلا الإيجابيات دائما نحكي على موضوع طبي، ففي جانب بيتناوله هو الموضوع الوظيفي بطب الأسنان، وهو اللي بيوفر انه يمضغ الطعام بشكل جيد، وبالتالي بيحافظ على توازن الصحة العامة. اذا في ربط بين صحة الفم والصحة العامة وبشكل يعني متكامل كله مع الآخر. فالموضوع بالنسبة لنا موضوع الحالة الإيجابية حالة ضرورية وإيجابية أنه نعوض، هي يعني أمر لابد منه. وما نهمل حقيقة، البعض بيهمل الموضوع وبيعتبره يعني ثانوي وما بيأثر، لكن التأثير هو بعامل الزمن، وبالتالي بصير الفقد بالنسج والاختلال التناسق العضلي بالوجه يعني تناسق كتير، بصير في خلل كبير، وبالتالي يعني هذا أمر مهم جدا. طيب بعد ما حكينا دكتور بالإيجابيات، خلينا نروح للسلبي والمشاكل اللي ممكن تنتج بعد تركيب هاي الأجهزة. يمكن دور التنظيف بشكل عام بيلعب دور جدا مهم بالحفاظ على هاي الأجهزة، تراجع اللثة، أي شيء ممكن يصير باللثة بيطرأ عليه بيكون تأثيره سلبي، شو هي أهم المشاكل بشكل عام؟ هلا أهم المشاكل حقيقة، وشكرا لحضرتك إنه بدأت الحديث بالاعتناء بالصحة الفموية ومنها الاعتناء بالأجهزة المتحركة. ونحن وقت بنحكي على الاعتناء بالأجهزة المتحركة بنحكي على شيء كتير بسيط، يعني ما عم نطلب
من المرضى من الناس انه يعملوا شيء اضافي بالتكلفه، لا، بالماء والصابون يمكن تنظيف الأجهزة المتحركة، وهذا شيء كافي بالنسبة لنا كأطباء أسنان. نرغب أنه المرضى يقوموا بهالأداء بالتنظيف بشكل جيد وبعد كل وجبة طعام. لكن اللي بصير معنا أنه البعض بيهمل هذا الجانب وما بيعتبره بأهمية، وبالتالي بتتراكم مشاكل كتير. هاي النقطة كتير مهمة. النقطة الثانية اللي بدي أحكيها هو إهمال مراجعة طبيب الأسنان. يعني ليس أنه كل مريض أخذ جهاز كامل معناته ما لازم يراجع طبيب الأسنان، لا، ضروري جدا المراجعة الدورية لطبيب الأسنان، لسبب أنه هاي الأجهزة هي أجهزة صلبة غير متبدلة حقيقة، لكن التبدل الذي يحصل هو يحصل في النسج الفموية نتيجة الامتصاصات اللي بتصير بالعظم الفك، وبالتالي هذا الامتصاص بيترك الفراغ كبير بين النسج وبين باطن الجهاز، وهذا بيعطينا مشاكل كتير كبيرة حقيقة. إذا بدنا نروح نقول إنه المشاكل مهمة، أنا بدي أقول إنه المشاكل كتير كبيرة بتبتدئ إنه تعملنا زيادات، خليني أقول بسط الأمر بهالشكل هذا، زيادات بالنسيج اللي حول اللي باللثة. هالزيادات هي بصير نتيجة الرد والفراغ بيعمل رد، وبصير تتنامى اللثة بحول هالجهاز هذا، وحقيقة منوصل لمراحل ورمية. وبالتالي الموضوع كتير مهم. الإهمال كمان بيخلينا بمراحل إنه تدخل الفطور على الفم وتشكل مستعمرات خمائرية واسعة على الجهاز المتحرك، وبالتالي بضر بالصحة الفموية بشكل كتير كبير. وقت عم نحكي على فطور، عم نحكي عن إنتانات فيما بعد، هذا كله مؤهبة. وعادة الناس اللي بيتعرضوا لهيك موضوع بيكون في عندهم نقص غذائي، خاصة بمستويات فيتامين A، العوز بالحديد، مركبات الفيتامين B. فإذا الموضوع بالنسبة لنا في عنا تكاملية بالصحة بشكل مهم. لكن أنا بدي أشير من خلال شاشتكم الكريمة ومن هذا اللقاء إنه نحن في عنا بعض المرضى، وهي يعني حتى عالميا كتير من الناس، وفي نسبة كتير مهمة إنه بيتركوا الأجهزة بالفم حتى وقت الليل، يعني بيناموا فيها وما بيشيلوها. وهذا لاحظوا إنه الموضوع هذا كتير مهم وترك آثار سيئة على الصحة الفموية. فنحن من خلال هذا اللقاء منأكد على إزالة ضرورة إزالة الأجهزة المتحركة من الفم ليلا لحتى ترتاح النسج، ما تخلف لنا مشاكل. خلينا نقول شو المشاكل اللي هي ممكن تكون تعملنا حالة حقيقة مهمة جدا من الالتهابات، وأحيانا هالالتهابات هي بتكون يعني يشكو منها المريض، لكن بالأغلب بكون ما في عنده أي شكوى، وبصير في التهابات متبدلة بالنسج مهمة بتأدي لمواضيع، يعني خلينا نروح نقول كتير لتوصلنا لموضوع الجراحة يعني، وبالتالي بغير بشكل النسج اللي بيرتكز عليها الجهاز الكامل أو الجزئي، من يعني احمرار لموضوع نزف لرائحة طعم كريهة لموضوع تشكل نسج بشكل بنسميها الحصى بقبة الحنك بسقف الحلق. وبالتالي هي كلياتها بتوصلنا لموضوع ضرورة الاستئصال والعمل الجراحي. طبعا هذا كله بجنبنا بشيء كتير بسيط، يعني لو بنحكي على جزء يعني من المشاكل، لكن هي بتتجنب، يعني نحن بنقدر نتجنبها ونتفاداها من خلال الاعتناء بالنظافة، وهي بسيطة، وإزالة الأجهزة من وقت النوم. يعني بالليل ضروري جدا انه نزيل الجهاز، وهذا يعني نقاش مهم جدا، لانه حقيقه كانت بالخمسينات والستينات كانت الفكره عند اطباء الاسنان انه يخلوا المريض يستخدم طوال الوقت الجهاز لحتى تتعود العضلات والنسج على تتاقلم مع الجهاز. لكن حقيقه
بعدين بالسبعينات بدأ البحث العلمي، وبالثمانينات يشوفوا أنه في مظاهر فموية سموها الأمراض المترافقة بارتداء الأجهزة المتحركة ليلا. وبالتالي هذا الاستمرار باستخدام الجهاز على 24 ساعة لقوا أنه بيحقق حالات التهابية، حالات فطرية، وبالتالي راح يكون في عنا حالات ورمية. وبالتالي نحن رايحين باتجاه الاستئصالات، وبالتالي في عنا مشاكل كتير مهمة. فنحن لنجنب مرضانا هيك موضوع ضروري جدا انه نحن نكون واعين لهالنقطه هي، يعني يلي كثير بسيطه ونحن ما بناخذ احيانا بعين الاعتبار. وبنلاحظ عند بعض المرضى انه بلشت في امور تصير في تبدلات. طبعا انا ما بحب يعني اعطي من خلال الشاشه الكريمه اي توجه سخيفي باي موضوع، لكن حقيقة لو منراجع طبيب الأسنان، وأنا وقت من خلال الشاشة الكريمة نحكي عن طبيب الأسنان، عن رمزية طبيب الأسنان يلي هي المراجع بالنسبة لنا هي كليات طب الأسنان يلي هي مراكز الصحية بوزارة الصحة، هي كلها بتستقبل الناس وبتعالجهم بشكل مجاني. وبالتالي هالمراجعات البسيطة حقيقة بتجنب المجتمع حالة اقتصادية مهمة، بتجنب معاناة يعني حقيقة وأدوية. إذا تكلفة مادية على المريض في مع بعض اقتصادية يعني حالة مهمة، سواء كانت للمؤسسة الصحية أو للشخص نفسه حقيقة، وبتجنب آلام وأوجاع وإزعاجات. والمشكلة إنه يعني تراكم هذا الأمر بيكون سريعا جدا، يعني إحنا مجرد إنه أهملنا الفترة الأولى بنلاقي إنه تنامي الجراثيم والفطور مشكلة كتير كبيرة، ومنروح لاتجاه حالات ورمية مهمة. وبالتالي لا، إحنا ضروري جدا، ونحن وقت بيسمعوا الناس حالات ورمية بيعرفوا إنه الموضوع صار بحساسية كتير كبيرة، ووصلنا يعني لموضوع الجراحة. لكن حقيقة ممكن دائما انه يصير في معالجات بالادويه بالبدايه، ونتجنب انه ما نستخدم الاجهزه بالفم نهائيا ساعتها من ريح الفم، وبنعطيهم ادويه وبتتماثل الحاله للشفاء. فهي موضوع غايب الاهميه من حيث طيب يعني دكتور الموضوع. باعتبار حضرتك ذكرت انه ازاله الجهاز بالليل وحكينا انه النظافه الفمويه، خلينا نحكي عن اهميه كمان تنظيف الجهاز اليوم لحتى نحد من هي المشكلات اللي ممكن تصير، وشو هي الاليه لحد لتنظيفه. هلا انا اذا بدي احكي حكيت بموضوع انه الماء والصابون. هلا في اليات ثانيه بالنسبه لنا، ممكن في فراشي الاسنان العاديه ممكن تكون هي عامل مهم. هلا البعض ممكن يلاقي انه في فراشه خاصه بالاجهزه المتحركه الى اشكال بتناسب الشكل الجهاز وبتعطيه تنظيف بشكل جيد. في اقراص او بودره او سوائل ممكن غمر ابقاء ليلا لهذه الاجهزه ضمن الاقراص او السوائل الدوائيه يلي منها يعني متنوعه بتركيبها، وبالتالي تعطينا يعني نظافه كثير عاليه المستوى. هلا انا ممكن اقول انه حسب رغبه وقدره المريض، خلينا نقول بيقدر يعتني بنظافه الجهاز، بس كتير مهم انه ما يهمل على الاطلاق موضوع النظافي. اي طريق كان فهو كتير جيد بالنسبة لنا، وخاصة يعني موضوع اللي بنحكي على آليات تنظيف الجهاز بطرق يعني متنوعة، رح نكون عم نحكي عن كلف اقتصادية، وممكن نحكي على كلف اقتصادية بسيطة اللي هي الماء والصابون. وبالتالي يعني عندنا خيارات كتير مهمة. طبعا وقت ندخل بموضوع الفطور وموضوع صار في موضوع لا ما عاد يكفي الماء والصابون، رح يكون ندخل بموضوع انه بدنا نستخدم المواد الدوائية اللي فيها تركيب دوائي، وبالتالي يعني نحن عم ندخل على نفقات اقتصادية إضافية ونهمل من أول مرة. فهذا موضوع كتير مهم بالنسبة لنا انه ننوه من البداية لكل المرضى انه يلي عنده أجهزة وبلش فيها يجب انه الاعتناء فيها بالنظافة، بجنبنا كتير من المشاكل يلي حقيقة مشاكل كتير مهمة، لأنه بتنغص
حياة المريض يعني حقيقة، لأنه بروح ما عاد ينبسط، بصير في عنده حرقة بالنسج الفموية، وبالتالي ما حد يرتاح نفسيا وبيتوتر عصبيا. فالموضوع يعني بالنسبة لنا كتير مهم هاي النقطة، بالإضافة لرائحة الفم الكريهة، بالإضافة لطعم الطعام بصير غير مستحب نتيجة تراكم هالفطور وهالإنتانات بالفم. دكتور، أحيانا هاي الأجهزة ممكن تتعرض لبعض الأضرار، ممكن تنكسر يعني من خلال إزالة، وضع بمكان غير مناسب تنكسر أو يصير فيها شعر هيك. اليوم طبيا كيف بتتابعوا هاي القصة؟ هل تروحوا لتركيب جهاز آخر أو ممكن الإصلاح بهاي الحالة؟ هلا نحن أمام حالة بدنا نقول إنه يعني معظم الناس اللي بيستخدموا الأجهزة المتحركة هن بأعمار متقدمة، وقد يكونوا يتجاوزوا 80 من عمرهم. وقت اللي بنحكي على موضوع الشيخوخة عم نحكي على مقوية عضلية بشكل عام ضعيفة، ورؤية يعني بتكون أقل، وبالتالي وقت نطلب منهم إنه هن يعتنوا بنظافة الأجهزة حقيقة عم نحكي عن عبء. يعني أنا بعرف من خلال يعني التجربة إنه في عبء حقيقة على هيك عينة من الناس بيكون عندهم الموضوع، وبالتالي نحن بنوصي دائما إنه حطونا بالمغسلة يعني وعاء ما أعبوه، وبعدين فرشوا الجهاز بشكل جيد حقيقة، لأنه إيديهم وأصابعهم ما بتتحكم، وبالتالي بيفلت الجهاز منهم وبيجي على المغسلة وبعدة مرات بيعملنا هالشعر يلي حكينا، بعدين هو عم ياكل بلاقي انه طق في حل بعض. اليوم ولا نروح لتركيب جديد؟ الحلول الموجودة يلي الحلول كتيرة منها إصلاح الجهاز. هذا لاصق، بيستخدموا لاصق حكيم؟ لا مو لاصق، في طريقة مخبرية بيعوض المخبري بشكل جيد عن مكان وما بتأثر على آلية عمل الجهاز داخل الفم؟ لا بشكل جيد. ليش أنا عم أقول عمل مخبري؟ لأنه بياخد جهد وعمل حتى يرجع بشكل جيد كما هو. هلأ النقطة الثانية يلي حتى نتجنب هيك مواضيع، صار في عنا الأجهزة المرنة حقيقة اللي هي بتكون بتجنبنا كمان الموضوع. شو يعني مرنة دكتور؟ هي اللي في عنا الأجهزة ممكن تكون مصنعة من عدة أنواع، من الراتنج الأكريلي يلي هي عرضة للكسر ومادة صلبة جدا. في عنا أجهزة متحركة مصنوعة من الريزين نايلون، وبالتالي بتتحمل صدمات وممكن نحن من كتر مرونتها أنه نمسكها بأصابعنا ونتنيها نشوف أنه هني يعني كتير مرنة. فهي أجهزة بتجنبنا يعني موضوع إذا سقطت أنه تتكسر. النقطة الثانية في أجهزة معدنية نسميها الأجهزة الهيكلية، وبالتالي ممكن هي تكون من الصلابة بمكان لأنه هي بتتكون من خلائط معدنية. إذن الموضوع الخيارات بالنسبة للمرضى خيارات كتير مهمة وكبيرة وواسعة، لكن حقيقة كل يعني نوع من الأجهزة في له فئة حل. استطباب وفي له حلول يعني موجودة، وبالتالي نحن أمام يعني دائما أطباء الأسنان عندهم الحلول المبتكرة الجديدة يعني بتقدر تخدم كل مريض حسب وضعه الصحي وإمكانياته. تمام. طب دكتور، كثير بنسمع عن تغير مقاس الجهاز أو صار الجهاز وسيع من مكان اللثة أو الفك، أو حتى بيقولوا يمكن الفك السفلي إنه هو بيكون متحرك ممكن إنه يتغير أو يعمل إزعاجات للمريض. شو سبب تغيير قياسه مع الزمن، وهل هو الجهاز ممكن يتغير يتبدل بين فترة وفترة؟ هلا مثل ما بدأنا الحديث، الموضوع الجهاز هو موضوع أخذ شكل صلب محدد بالاعتناء، ما بيتغير على الإطلاق. السبب العناية ما دخل إنه له زمان أو لا لا لا، كل فترة الموضوع وفترة. لأنه موضوع الجهاز ثابت إذا نحن حافظنا عليه مثل أي شيء تاني، وبالتالي يعني الموضوع هاي نقطة كتير هامة. الموضوع الآخر اللي هو موضوع إنه مين يلي بيتغير، اللي بيتغير هو النسج. ليش بتتغير النسج؟ تقدم العمر الشيخوخة لسبب كتير منا، ممكن تكون أخطاء من الطبيب من المخبري فتعطينا يعني تغيرات كتير كبيرة بزمن كتير قصير، لكن وقت بيكون الطبيب كتير جيد المخبري كتير جيد فبيعطينا هل التغير بعامل الزمن كتير طفيف.
انت وقت بكون عندنا تغير سريع هون المشكله. التغير السريع يعني انا في عندي فراغات عم تصير بين باطن الجهاز وبين النسوجاي ما انا مرئيه بالنسبه للمريض، لكن بعامل الزمن بتصير الاجهزه متحركه، وهذا الشيء اللي قلنا انه بيشعر المريض حواف الجهاز هي كبرت، هي بالحقيقه ثابته لكن العظم ما دام صار في امتصاص بنسميه الامتصاص العظمي السنخي، هالامتصاص هذا بدوب العظم خلينا نقول. هالتراجع هذا وذوبان راس قمه الارتفاع السنخي بيخلي في هالفراغات هاي، وهالفراغات هاي بتتحول لحاله مرضيه، يعني النسج اللي بتغطي هالعظم هذا بترد برد فعل وبدها تحاول تعوض، فبتعطيني سماكه كثير كبيره وبالتالي مرني وما عاد يثبت الجهاز، بدي اضطر انه اعمل جراحه. وما دام هو حافه الجهاز صار في عندها فراغ فبتضغط على عمق الميزاب، يعني احنا في عندنا حول الخد الخدين والشفه بالعمق في عندنا شيء منطقه تشريحيه هي نهايه حافه الجهاز، هون بتستند مكان استنادها بتصير هي بتضغط بشكل كتير كبير نتيجة الفراغ، وبتصير ردود فعل اللسي هي انه تتمادى دغري، بتتنامى اللسي عنا مشكلتها وبتعملنا تغيرات نسيجية تتحول لورمية، نضطر انه اذا كانت بحالة متقدمة انه نستأصل هالنسج هاي، واذا كانت بالبدايات حقيقة بالأدوية انه نزيل الجهاز. نحن دائما في عنا مبدأ عشان ما يعني نطمئن الاخوه المشاهدين انه فينا فورا حدا عنده هلا مشكله يشيل الجهاز ما يستخدمه نهائيا، هي اول خطوه بالعلاج. المراجعه اليوم هي بتكون يعني اول شيء يشيل الجهاز نهائيا ما يستخدمه بين ما يراجع الطبيب، الطبيب رايح ياخذ الخطوات الاجرائيه يلي مهمه يلي هي ممكن تكون دوائيه او جراحيه او تعديل بالجهاز او تبديل الجهاز بشكل كامل حسب الحاله، يعني الطبيب هو صاحب القرار بالحاله اللي نعم دكتور، مثل ما قلنا المراجعه الدوريه والفحص المبكر لاي حاله بالاسنان اليوم هي عم تكون كفيله باختصار رحله كثير كبيره من العلاج. شكرا لك دكتور. بس اذا بتتكرمي المراجعه الدوريه هي نقطه هامه، وإزالة الأجهزة المتحركة من الفم ليلا، هي رسالة اليوم خلص. لكل المشاهدين ما لا أمان. شكرا دكتور إبراهيم تركماني لحضورك اليوم، تحياتنا لكل أهالينا بحمص. أهلا شكرا. شكرا 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 لك دكتور للمعلومات اللي قدمتها. شكرا للإخبارية.